يعطيكم العافية يا شباب. هذا فيديو قصير، تكلمنا عن المحاضرة اللي فاتت على تيرم فريكوانسي بي اف، والمحاضرة الوجهية السابقة كانت. إن شاء الله محاضرة اليوم بنكمل، وأخذنا مثال على تيرم فريكوانسي كيفية حساب من وإيجاد السكور الخاص فيه، وتكلمنا كمان أيضا على الدوكيومنت فريكوانسي. معنى الدوكيومنت فريكوانسي موضوع محاضرة اليوم والمحاضرة القادمة، اللي هو نحن نتكلم عن الـ IDF weight وكيفية حسابه، اللي هو اختصار لـ Inverse Document Frequency. حيكون مع من خلال مثال كمان تطبيقي عليه. عرفنا شو بعض شو الحاجة إلى تطبيق الـ IDF weight، وبعديها كيفية حسابه كاملة. بعدين حساب السكور، دمجنا ما بين حساب الويت باستخدام تي اف والاي دي اف مع بعض حتى نوجد السكور اللي احنا بحاجة فيه عشان نقارن ما بين الديكيومنت والكويري ونحسب مين اليوم اعلى سكور، وبالتالي بنسوي عملية الرانكينج وإعطاء إظهار الدوكيومنت اللي إحنا بحاجة لها. هذا موضوعنا اليوم إن شاء الله. محاضرة اليوم ما حتكون على زوم مباشرة، ولكن حيتم تسجيلها ورفعها لكم، لأنه وجود امتحانات داخل الجامعة، امتحانات النصفية. تنسوش كمان عندنا يوم التنين القادم امتحاننا حيكون على الساعة 9 زي ما حكينا. جميع الوحدات اللي اخذناها حتى عندي تيرم فريكونسي، تيرم فريكونسي مش داخل معنا في امتحان الميد. في اي استفسار او سؤال حيتم رفع الفيديو، واحضروا سواء حيكون فيديوهين، فيديو يخص محاضرة اليوم، وكمان ايضا فيديو مسجل اخر خلال فترة الامتحانات بخصوص محاضرة يوم الاربعاء القادم. يعطيكم ألف عافية يا شباب.